أطلقنا العنان وعدنا لكم متابعينا الغالين مع انطباع حلقة ون بيس ألف زي ما قال لذلك خلونا نبدأ. طبعا بما ان الحلقه دسمه ومطوله ونفس الحلقه اللي فاتت بتحتاجنا كل واحد فيه انه يطرح رايه، فانا طلبت ان الشباب يجون معنا في الانطباع هذا. ادينكم تعودتوا ان الانطباع يكون في شخص او شخصين، لكن حلقات زي هذه مهم تستحق. انه يكون معنا اول شيء احد الرواد في انمي ون بيس وشانكس ويستحق ان يكون معي زميلي في رحله ون بيس الثاني طبعا، ويستحق ان يكون معنا شخص ما تابع المانجا. فاحنا وباي نقدم لكم الانطباع. اسمح لي محمد بس قبل نبدأ الحلقة نعلن عن اللقاء. أيوة. اللي بيكون في الأحساء راح يكون يوم الأربعاء القادم أعتقد اللي بعده بعد مش سمع. هذا اللي بعده راح يكون في ندوة في الأحساء عن فن الأدب الياباني، فن الأنمي والمانجا، في مقهى أعتقد اسمه جيم كافيه. نعم. موجود في الأحساء. نزلنا تغريدة في تويتر وفي سنابي في باركود، لسويت لسكان تقدر تحجز وتحضر الفعالية في مقهى جيم كافيه. راح أكون أنا بإذن الله الضيف في الفعالية هذه في الأحساء الأربعة، مش هذا اللي بعده. يهمنا حضوركم عشان نوري الناس قوة فن الأنمي وقوة جمهور ضمن فعالية الشركة الأدبية التابعة لوزارة الثقافة. أشكركم على هذا الشيء. طبعا أنا راح أتكلم عن الحلقة هذه. الحلقة هذه لم تخلو من التمطيط والإضافات، جزء منها كبير كان في صالح الحلقة وفي صالح الأحداث، وجزء تقدر تقول عاطفي للمتأثرين من الأحداث اللي يبون يشوفون الجوانب الكوميدية، وأشكركم أنهم ما أطالوا فيها. قبل أن نبدأ نتكلم عن الحلقة لازم نعطيكم تقييمنا للحلقة، خاصة الحلقة جات في يوم صعب صعب رقم صعب انها تحقق فيه رقم. فاول شيء نبدا بالاقدم في انمي ون بيس. ماجد كم تقييمك للحلقه؟ مليون على 10 استاهل. ظهور شخص يا جماعه يعني تقييم عاطفي ومنطقي واقعي وكل شيء. 10 مو 10 على 10 ون بيس على 10 بس. وابو خليل والله انا يعني لولا مشهد شانكس ومومونوسكي مطلق النار كان بعطيها 5 يمكن او حتى 6. طيب انت قلت لولا. طيب مع المشهد مع المشهدين بعطيها صراحه 8.5 لان يعني رفعوا من الحلقه ولا تقييمها سيء صراحه بالنسبه لي. اوكي بناقشه. هو نسى مشاهد مهمه لو ذكر فيها الحين بيعطيها اكثر. انا صراحه بعطيها 10 من 10 بحكم اللي طلع برنجليف وسلاح بلوتو موجود، انك انا كنت متوقع ان احد السلاح السريه موجوده في وانو، وظهور شانكس وال الهاك اللي اطلق الصراحه تسجيل دخوله اسطوري اسطوري ولحظه مومونوسكي، وغير كذا طاقم لوفي عارفين واحنا عارفين هو اساسا ان في خصم موجود بس ما تدخله بحكم انه يبون خلاص يعتمد على نفسه، وهذا الشيء الصراحه عجبني في مومو. أنا صراحة أعطي الحلقة هذه 10 من 10 مع وجود الأخطاء. لولا وجود الأخطاء كان قلت إن الحلقة ون بيس من 10 زي ما قال ماجد. لوجود بعض الأخطاء نعطيها 10 من 10. ليش؟ لأن فيها إضافات مميزة غطت على الأخطاء. لكن في شغلة صراحة ما عجبتني إضافتها في الحلقة كانت في مانجا أجمل، اللي هو تبرير مومونوسكي حق ياماتو ليش ما يبيها تتدخل في المانجا. حسيت التبرير أجمل، يعني اللحظة كانت أجمل لما قلتي عندك رحلة بتشقينها وكان فاهمين المبدأ. الحين أنا ما أقدر أتكلم عن مبدأ مومونوسكي لأنه ممكن ينشرح بشكل أكبر في الحلقات الجاية، مع أنه في المشهد هذا في المانجا انشرح بشكل أفضل. أيضا اللي نزل ولا خلنا نكون معك واقعي، 8 من 10 الحلقة تأخذ بسبب مشهد شانكس أساء الاستديو في استخدامه. تقسيمهم لمشهد شانكس ما كان كذا المفروض. المفروض مشهد شانكس يجي، يعني شفتوا الهذا اللي صارت في الحلقة اللي فاتت، بداية المشهد شانكس في الحلقة اللي فاتت ترى هذا في النهاية. المفروض أول تسجيل دخول ما تشوف شانكس إلا بهالحركة. شوف شانكس مطلع سيفه مهجد الأدميرال، بعدين يقعد يسولف مع رابعه ويقول حان وقت أخذ لا 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 سوالف مع رابعه جات قبل، بس ما كنا ندري إنه جاي الوانو أصلا. الخطأ كان المشهد الإضافي اللي سووه إنه قال أستشعر بي، يعني استشعر بوجود الدور الأخضر وخلاه على راحته يهبد ويجبد فيهم. ايه؟ وراح يسولف مع رابعه بعدين جاي يهجم. لا غلط. لا هو جاء هجد الثور الأخضر. لا لا بعدين قال حق بن باكمان حان وقت اخذ الون بيس. لا في المانجا كذا قال باخذ الون بيس. احنا ما كنا ندري حتى انه مرجين وان كانوا في البحر يشوفون فجأة. ما ندري انهم وصلوا عند وانو اصلا، ما ندري انهم فيه طلعوا لنا في البحر يسولفون مع ربعهم. ما كان حتى بنروح وانو مشهد الظاهر ذكي، بس مشهد انه حان الوقت انتزع الون بيس كان يشوف يشوف الوانتد، بس ما ندري انه فعلا عند حدود وانو. ولا استشعر بالثور الاخضر. شو ليش احنا عبد الرحمن مساعك يقول لك
عارف ان شانكس بيتدخل بزع بيتدخل لنا الحلقه اللي طافت جمهور استشعر فتحركت على الناس دخلت. احنا اي احنا كنا في المانجا ما احنا بعرفين ان شانكس بيدخل. لا شوف هو هذا الشيء الوحيد اللي نزل تقييم الحلقه عليه. شوف الفكره يعني على نهايه الحلقه الماضيه شفت المشهد نهايه الحلقه الماضيه هذا المشهد الصحيح ايه؟ انه يوم جاوا قالوا ها تبي نقابل لوفي يستسكد وما الى ذلك بس الاضافه ايه؟ من يستشعر بثور الاخضر هذه اللي اضافه ما كانت موجوده المفروض احنا ما ندري بالضبط ما ادري هو جاي ايضا تمت اضافه في الحلقه هذه كانت سيئه انه مومونسكي اثناء قتاله مو بعرف يطلق لوفي كلمه قال مومو وخلاه يطلق هذه المفروض ان احنا ما ندري ان حتى لوفي يراقب مومونسكي صحيح هذا تعرف بعدين لو لوفي كان واثق في مومونسكي وقاعد ينتظر وشفته أنا واثق إنه كان بيقدر يتصرف هذه برضو ما كان لها أي داعي وأيضا خربت عليه هيبة مومونسكي في المانجا مومونسكي هو اللي أطلق النار مش لوفي اللي حمسه مومونسكي هو اللي صار رجل هو اللي تحرك وهو اللي يوم منع يامته من التدخل أنا كان قادر أنا أشوفها إضافة سيئة أترك لكم الحديث أنا والله ودي نتكلم عن الحلقة أكثر وأبدي أتكلم خلي دحوم يتكلم أكثر وأكثر بما أنه متابع أنمي ممتاز مانجا والحلقة اللي تستحق متابعين الأنمي أكثر من حقين المانجا فأبي دحم رأيك عن الحلقة بشكل عام الأخبار طلعت فيها من البونجليف من سلاح وانو وإنه مومونسكي قال ما بيأفتح وانو تبين لنا السبب تفضل دحم طيب أنا بالنسبة لي الحلقة اليوم صراحة عجبتني ظهور شانكس تدخل شانكس بحيث إنه بانت لي أحد قوى الهاكي عنده بحيث إنه يقدر يخلي الشخص اللي ضده يتصلب في مكانه بحيث انه ما يقدر يسيطر على قوته هذا صراحه هاكي جميل يعني انا ما قد شفته احد استخدمه من قبل بحيث انه يجرده من قوته كامله غير كذا مومونوسكي ولاحظ انه يعتمد على نفسه فيها هذا قال انا لمتى بعتمد على الناس غيري تجي تحمي عن بلادي وهذه نقطه الصراحه المفروض انها تصير بس ان الحافز الكبير انه يكون له لوفي هذا شفته نص عجبني نص ما عجبني بحيث انه لوفي كان له دور كبير بحيث انه يحسن في شخصيته فأنا ما أشوفه شيء مرة سلبية هو استوعب لحظة الاستيعاب عنده بدأ هنا خلاص يعرف أنه من هذه النقطة أنا لازم أعتمد على نفسي ولا أعتمد على حد غيري وغير اللي موجودين اللي هم الياكوزا نفسهم جنودي أنا أشوفها الصراحة عجبتني وظهور البونغليف وأنا تمنيت الصراحة بالحلقة هذه أني أسمع شو اللي مكتوب فيه وشو الأسرار اللي في البونغليف غير كذا تصريح جدة أنه موجود بلوتون أحد الأسلحة السرية في عالم ومبيس وأنا تنبأت فيها الصراحة. فجدا جدا الحلقة عجبتني من أحداث ومن أسرار طلعت لي اليوم جدا عجبتني ومتحمس غير كذا أنت تتكلم عن البونغليف الثالث فباقي واحد يدل على وشه لافتل وهذا اللي راح يصير عليه الصراع وغير كذا عندنا روبن وش موقفها وين تتوقع البونغليف حاليا أحتاج وقت أفكر فيها لأن لازم أربط الأحداث أهبد أول أهبد زين عاد أهبد أي واحد يكبر يهبد يهبد ما يمنع ترى إذا حد يكبر يتوقع على في البونغليف الرابع والله حل انا هبت خلاص من زمان بس في الانمي ما قلتها عند الباف مملكه الباف انا وياك منطقيا انها تكون مملكه الباف ممكن او عند احد التنانين السمويه برضو بحيث انهم يتجنبون الوصول لافتن البنجلف الرابع كان في اليوجن مستحيل يصلون للتنانين السماويه التنانين السماويه ما نزلوا اليوجن الا ما اخذوا منها شيء فاللي يقدر ياخذ البنغليف الرابع هو شخص يستطيع التعامل مع اليوجن انت تشوف عند اليوجن كان عند اليوجن واختفى فاللي ياخذه منهم هو شخص يستطيع التعامل معهم اصلا اليوجن كانوا تحت حمايه اللحيه البيضاء فلازم واحد يقدر يتعامل مع اليوجن واللحيه البيضاء في نقطه هو تكلم الجد قال اذا انا ما بيكم تشوفون السلاح بحيث انه قال لو انا خليتكم تشوفون السلاح لازم اني اكسر حدود وانا بحيث انه وهو قال في جبلين طلعوا فجأة وبكذا مو جبلين حاجز حاجزين مو طلعوا فجأة يقول سووا حماية وانو وهذا الشيء اللي ما يبي بحيث ان انا لو اني كسرت هذا اثنين راح اوكي ما بيطلع السلاح بينزل الموية كاملة فهو ما يبي ذا الشيء ولا يبي يظهر السلاح لأسباب شخصية وقالها اودا قال طيب هو قال افتحوا حدود وانو ممكن من اللي شافه في لافتيل فما عنده تصريح بهذا الشيء حاليا هم يعني كانوا موجودين على سطح الماء نفس سطح الماء فقلنا عشان يصدون عشان كل شيء فجاء قبل 800 سنة تسكرت حدود وانو بشكل دائري يعني تسكرت دار مدارها فصار الأمطار اللي تنزل عليهم ما لها مكان تخرج فتجمعت فغرقت البداية ذي إلين حدود الجدار العملاق هذا اللي كان المفروض مومونوسكي فتحها بس ما فتحها حاليا قال بآخر الافتتاح فالماء صار يطلع ويصب من الشلالات من برا فهم بنوا عن المدن من جديد
على سطح الماي من فوق يعني فوق عند سفح الجبل. ستيل الجبل مرة مرة عملاق يعني فقط تغيير. فالكلام هذا صار قبل 800 سنة وحتى تاريخنا هذا. حاليا بلوت السلاح موجود تحت الماي تحت هم مخبأ تحت جزيرة وانو القديمة اللي على سطح الماء سابقا. فبعد ما دام الحدود دي موجودة إلى ما يكسروا الحدود والماء ذا اللي زي البحر لازم تكسر الحاجز ذا عشان ينزل الماء كله تطلع السلاح ويبحر. اوكي فهم كانوا بحاجة إلى تدخل من الفيل زونيشا. واعتقد ان الجد لحد الحين ما وضحوا اذا يدري او ما يدري ما بواضح. فهو يقول انا ما ادري شنو شاف اودن في رافتل وخلاه يغير قراره انا اعطيتكم لانه عارفه. فاعتقد انه ما يدري عن موضوع زونيشا اللي دوى عنه مومونسكي واودن. لان حتى اودن انفجع من وجود زونيشا والكل انفجع من وجوده. يدون عن زوم من فقط من نيكو ماموشي انواشي. فأعتقد أنه يقول هو تحت الماي بس أنا نفسي ما أقدر أوصله ولا أقدر أطلعه. أنا عارف أنه موجود تحت الماي وأنه لازم تنفتح حدود وانو عشان يخرج. فهنا روبن استدركت قال طيب ليش أودن يبي طلعه كما أدري هو شنو شاف لافتيل وخلاه يغير قناعته هذه. هذا أول طرح من الحقائق شاه صاف الحلقة. هذا صراحة يا أبو خليل الحالة يخلي الحلقة عندي توصل 9 بالنسبة لي أنا لأن إنسان يحب الحقائق. بعدين رجعت 8 أنت رجعت 8 بسبب التلاعب في الأوقات مو وقت أنك تظهر أنا كنت متوعدهم أني بنقص تقييم الحلقة 2 من الحلقة اللي فاتت. نعم. متوعدهم نعم. الحلقة الجاية بتكلم. فلولا أن أوم ما تلعبوا بهالنقطة يعني الإضافة اللي سووها أسبوع اللي طاف لهم مسوين هذا الأسبوع كانت بتكون أحلى. أي نعم. وجو خربوها بحركة لوفي. أني أدري أن لوفي قاعد يتفرج وأني أدري أن شانكس قاعد يتدخل خلاني ما أحس بتضحية مومونسكي. شي فايد أنك ما تحس تضحية مومونسكي لما أقول أن لوفي هو اللي ساعده يطلق النار وأن شانكس أنا نفسي ما أهتم لأني عارف أن شانكس موجود. والله انا اختلف معك بالعام على فكره بالنسبه لتقليل التقييم مختلف عن اسبابك. تفضل قول ليش قلت الاضافه اللي صارت حق شنكس عجبتني على فكره خصوصا يعني ما اتكلم عن الحلقه الماضيه اتكلم عن الحلقه هذه اللي صار ما في اضافه. اذا انا ما غلطان ذكروني كلمه الثور الاخضر. طبعا الثور الاخضر هو جاء لسع بس كذا ما جابوا لك ان شيء يتحرك جنبه. اي يعني ما جاب اخراج من الانمي بس أي أنا, اضافه انا بعد اخرجت كذا ترى. اي انا اقول لك هذه اضافه انا شفتها شوف عجبتني جدا. لا هذه ممتازه. اي الاضافه الثانيه ما ادري اذا كانت طلعت في المانجا ولا بس انا حبيتها جدا لاني ما كنت متابعها في المانجا. يوم قال الثور الاخضر انا مش جاهز اني اقاتلكم الان قالت المانجا قالت المانجا اوكي جاذبني انا نفسها. فهذه شغله دي عجبتني جدا. العكس في كان إضافة أو كان شيء في المانجا شلوه الحين وعجبني أيضا إنه يوم ضرب زي كذا جابوا إنه ينحاش مثل الحمار في المانجا أهل زي الأهبل ينحاش زي كذا بعد ما نسعى لذا هنا لا ما انجابت. فأنا عجبتني أحس إنه ما جابوها لا هذه المفروض تجي. لا أنا عكس عجبتني لأنها قللت من واحد أدميرال ترى يعني أوكي إنك ترتعب وتتراجع بالحالة هذا شيء يعتبر شيء كبير. يقول لك ما نحاش المانجا بس إن يعني ذي لقطة بس إن رجف وإنه قال أنا مو جاتكم هذه اللي جات ما لا ما لا ما ركض ما ركض أساسا ثبته في محله شانكس. أذكر بس إن أنا شفت ذا أتكلم عن اللي شفتها في ذا كلها كانت رهيبة بالنسبة لي ما أشوفها سيئة. العكس اللي أنا ما عجبني تضيع الوقت في الحلقة يعني انت حلقه انا ترى عاتب عليه من الحلقه الماضيه وهذه الحلقه ما تطلع حلقات ثانيه زي ما تبي. هذه الحلقه دي خلني استمتع فيها خلني اشوف كل شيء جدي يعني اسب المسابقه دي ضيعت وقت فيها كثير ما كنت عشان لازم اني الحلقه نفس ما نهى في المانجا. ما ابغى ما ابغى انا ابي عشان تاخذ هايب اكثر الحلقه موضوعك ما تعطيه ذا الشيء. عطنا حاجات خل كش معلومات خل لو انك الحلقه الماضيه مضيع الوقت كله زي الحلقه الماضيه ضيعت الوقت كله ودمجت لي كلام القروسي وكلام ذا كلهم في هذه الحلقه كان تطلع حلقه اسطوريه. صحيح فهمت علي سوها بس الناس بيجون يسبون في الحلقه اللي طافت. طز انت مسبوب انت مسبوب مسبوب خلاص سوي لي حلقه سيئه وعطني حلقه واحده مليانه بشغلات هذه عشان انا الهايب حقي ينفق على فوق. ما عندك مشكله بس كنت كذا قاعد تقتل لي كل حلقه تقتل لي فيها شيء معني معني. وهذا اللي كنت اتمنى اشوفه كان بيخلي تقييم الحلقه عندي مو ب 10 مليون من 10 زي ما قال ماجد. لكن الاضافات هذه كانت اتمنى انه
تكون في وقت حلقات اخرى مش في هذه الحلقه القويه بس. كان قصدنا في البدايه ان نعبر لكم عن الاشياء اللي ممكن تكون ضايقاتكم او ضايقتنا، لكن هذا ما حينقص من تقييم الحلقه ابو خليل. يعني ابو خليل كم اعطيتها؟ 8.5. وماجد اعطاها ون بيس من 10، اعطيتها 8 من 10. الحين بعد كلام ابو خليل صارت 10 من 10. دحوم 10 من 10، مو معناه ان الحلقه سيئه، لكن خلينا نتكلم عن الاشياء الجميله اللي احنا شفناها الحين في الحلقه بعيد عن الاشياء اللي ما عجبتنا. من الاشياء الجميله طريقه اطلاق الهكي، لان في المانجا ما كان واضح لنا هل شانكس طلع سيفه ورجعه ولا تو يبدا يطلع سيفه، فهنا وضحت لنا في الانمي. هذه من الاشياء اللي كنا نبي نعرفها، هل شانكس اطلق الهكي على شكل سلاش او على شكل موجات. ماجد يقول نحللها في مخه، وانا هني ماجد ما شاء الله عليه في التحليل والتصور اقوى منه، بس انا كنت احتاج اشوفها بهالطريقه، فعرفت الحين اطلقها موجات وانه كان يكلمه عن طريق الهكي هذا. وهذه اكد نظريه انا وماجد سويناها من زمان، اكثر 4 أو 5 سنوات، ان الهكي الملكي لن يقتصر على الاغماء. وقتها بدات تطلع علينا كلمه هبيده انا وماجد، يعني بدايه كلمه هبيده لما قلنا ان الهكي الملكي لن يكون فقط للاغماء، له فوائد كثيرة. وهذا الحين وكل ما طلع شيء قلناها شفته من فوائد الهكي الملكي، يقولك لا انتهبد انتهبد انتهبد. اعتقد اليوم نقدر نقولها بكل اريحية. ماجد شوي بخل مايتك، شوي بخليك كذا. شكرا لك لتحطيمك نظريتي ولقد تحققت. وبرضو نظرية ابراهيم هكي التخاطر، اي ما ابراهيم عن هكي التخاطر برضو صحيح واجد تتحقق وما يدري تحقق. الان نقدر نقول نعم نحن الهبيده، وزي ما قال سعد الفرج هذا تثبته صج، خلاص هذا تثبته صج، انا لا قلت شيء خلاص تثبته صج، انتهى الموضوع انا وماجد وابراهيم. فشكرا اودا، شكرا ون بيس، صح الحلقه انا اشوفها مميزه. حتى شوف انا بالنسبه للشيء الكوميدي الوحيد اللي عجبني لما روبن قاعد حق لا وهذا غش لما سووا منتقل معاها كذا، يعني كانت اضافات كوميديه جميله يعني. طيب دحوم عندك نقطه قبل عن أنا عندي نقطة في أحد في الأسلحة السرية بشكل عام. أنا أحس الأسلحة السرية صنعت بحيث أنها تحمي كل مدينة، بحيث أن البرمائيين عندهم الحرية، بحيث أن لو صار في صراع أو صار في شيء أنا عندي سلاح سري أنا أقدر أحمي نفسي فيه. ممكن بلوتون أحد الأسلحة السرية ممكن تساعد وان في حماية حدودها أو أنها ظهارها للعالم، بحيث أنه ممكن ما يستدعي القراص أنهم شرط يستخدمونها لنفسهم ولا يبون حكومة العالم أنها تطلع. فحاليا طلع لنا سلاحين، والسلاح الثاني انت مش ممكن تتصورون يكون على هيئه ايش بالضبط، بحكم ان السلاح الثالث بحكم ان في وانو وكيف طريقه استخدامه. يعني احنا شفنا الحوريه وكيف ممكن تستخدم تخاطرها مع خوش البحر بطره البحر. احنا نتكلم احنا عن السلاح اللي موجود في وانو، وش فائدته، وش ممكن يجيب فائده لوانو اذا بحيث انه لو فتحوا الحدود هل راح يكون اغماليته يعني القراصنه توجههم عليه او ان وانو راح يستخدمونه بالطريقه الصحيحه بحيث انهم يحمون حدودهم. انا اعتقد ان الاسلحه السريه هي موجوده في اماكن فيها رود بنقلف الاحمر. حلو. فعندنا رود بنقلف متحرك هذا عند زنيشا، وزنيشا ومحرك احد الاسلحه السريه. في واحد عند بوسايدن هذا اختفى، وكان عندهم بنقلف احمر. اي هذا بوسايدن بس اختفى. اي وعندنا واحد الحين مع بلوتن اللي في وانو، باقي نعرف البيجما منين خذت البونقلف الاحمر اللي عندها. صحيح. هذه المنطقه اللي فيها اورنس، او الرابع يكون في البف، يكون البف هو اورنس، في اورنس في البف، هذا اللي في الرابع، هذا اللي خذوه من عند بوسايدن ودوا البف. اي صح. اللي خذ حق البيجما هو منين جاي؟ انا اعتقد اي والله اعتقد اللي عند البيجما لو عرفنا منين جاي احنا نعرف منين وين اورانوس فيه، مع ان انا اعتقد ان اورانوس راح يكون في السماء. محمد في ناس كثير يتكلمون كان يقول لك وش المهالات حق الطاقم شانكس؟ المهن او المهن. مهن المهالات. عندك القناص هذا ابو يسب خاصين منه ابو ياسوب. عندك اللي انا اشوفه والله صعبه، ما شفت الا ابو ياسوب اللي هو ياسوب، بس البقيه ما شفت شيء يسوون. يمكن تجي في الانمي قدام. اي لين ينتهي كل ملحقات وانو. واحد يقول لك لك يروحوا لك كيل حقهم. لين تنتهي كل ملحقات وانو في شيئين بن واذا انتهت كل ملحقات وانو وما طلعوا هالشيئين بنسوي عنها حلقه انا وماجد. ايش لغه البونجرف الغريبه هذه؟ يقرونها يكتبونها ولم نسمعها.
هذا السؤال من إبراهيم. هذا اختراع من أودا اللغة هذه، مثل لغة عندك الدوثراكي في جيم اوف ثرونز. اي بس هي الكاتب يقصد بها ترى شو اسمها اللغات الفرعونية القديمة، شو اسمها اللغات الهيروغليفية. الهيروغليفية هذه فرعونية، هيروغليفية. اي هذه هي المقصود بها، حتى بالاسم بونيغليف خورغليف، يعني هو ماخذها من نفس ال سؤال جميل ابو حميد في النشات، وابي اسمع رايك انت ودحوم واجد كلكم. ايش قصه وانو قبل 800 سنه؟ قصه وانو من اي ناحيه يعني؟ انا 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 اقدر ابدا. انا انا بقول لو انت تبدا بعد. اي وانو من وجهه نظري قبل 800 سنه كانت احد اركان المملكه المزدهره. لما سقطت المملكه المزدهره، طبعا المملكه المزدهره موجوده من 1000 عام، 800 عام هو لحظه سقوط المملكه المزدهره اعتقد نهايه. فوانو حمت نفسها بالجبلين هذول عشان لا أحد يقدر يوصل لها بالجبال. الجبال دار مدار، أي دار مدارها على شكل سور. وجود الجبال على شكل سور خلى التيارات البحرية تصطدم الأرضية، وأيضا اللي تحت الماء لأنها كانت هي على سطح الأرض والبحر، التيارات السفلية تصطدم في حاجز جبلي وفي ماء ينزف. هذا هو سبب الدوامات اللي موجودة حول وانو. فامتلأت وانو بالمياه على مدار 800 سنة، فاضطروا يعيشون على سفوح الجبل الأساسي، جبل فوجيما اللي هم فيه في النص. هذا جبل فوجيما. يعني تشوف ان دي قبل 100 سنة كانت حليفة للمملكة المزدهرة بدليل توكي زوجة أودن. أول ما جت قالت ودوني لوانو، وهي من العوائل الأسطورية الكبيرة لوانو، عوائل الست. تفضل دحم. طيب انا بالنسبه لي انا اشوف وجود البونغليف في وان وفي عند البرمائيين بشكل عام، وخلنا نستثني اللي خذتها البيج مام اوكي واللي عنده ينشا حاليا. انا احس ان هذا مثل ما قال محمد في المدينه المزدهره سابقا كان في اتحاد بحيث انهم يحمون لافتر او كنز ون بيس بشكل عام، بحيث انه يجمعون. لان نتكلم احنا عن اربعه، فالاربعه هذا انا مستحيل اني اعطيها اي شخص الا يعني جزر ذو قدره ذو صيت لهم تاريخ، بحيث انهم هم اللي يحمون الون بيس. فانا اشوف انه وجود وانو كان هذا تاريخ وانو ينص على هذا الشيء، بحيث انه راح يبدا من عندها الوصول الى ون بيس. ممكن هي اخر جزيره حاليا بحكم انه ما ندري بنقريف الرابع وين راح بيكون فيه. فاحس انه صار في اتحاد بينهم بين اربع جزر على المثال او اربع مدن مزدهره، وانو من ضمنهم. فعشان كذا تنص على النظريه هذا حقتي الصراحه. ماجد نفس كلام محمد، دولة حليفة، بس الفكرة في الموضوع ان هم عندهم فن النحت على الحجر البونغليف. هذا الفن استغلت الدولة المزدهرة كون انهم حلفاء، يعني حلقة وصداقة بانهم ينحتون لهم البونغليف، وبعد عاد يعني انتشر. بس انه مقفل على روحهم، نعم، لان شافوا خطر حكومة العالم اذا يقدر تسقط المملكة المزدهرة. يعني لو جوا علينا بيسقطوننا، ف نقفل على روحنا وخلهم ولهم. أنا وجهة نظري الشخصية يا جماعة، وانو تذكرني شفتوا اللي على الفيل سنيشا كيف أنها موالية لوانو، مثل ما كانت وانو موالية للدولة المزدهرة. أوكي. بعد سقوط الدولة المزدهرة ما تبقى منهم يمكن عائلة أو نص عائلة هربت إلى وانو، وهنا تم إقفال أو قفلوا وانو بعدها، لأن شفنا سلاح بلوتو موجود فيها، وشفنا ايضا واحد البونغليف موجود فيها. فعشان نحمي التاريخ ونحمي اللي صار من قبل، يعني احد منهم لو واحد بس منهم يمكن هرب من المملكه المزدهره ورسى في وانو، وهو اللي امر حتى ممكن اللي هو لا اخوي بالنسبه للامر النقش، وهذا هم كانوا متنبئين بسقوط الدوله قبل لا تسقط، فكتبوا وانشروا قبل حتى لا تسقط. اوكي بس اقول لك يعني بقى احد من وانو عشان يحفظ التاريخ، راح وانو وبنى الجدران هناك عشان يحفظ تاريخ وانو. هذا اللي اشوفه انا. وجهه نظري في الموضوع حق وانو، لما نجي لكلمة هيروغليفية وهي اللغة المشهورة عند الفراعنة، هي وانا من مقطعين غليف وهيرو. غليف معناها اللوح المنحوت عليه، هذا مصطلح غليف، هو الشيء المنحوت عليه كلوح سواء خشبي أو حجري يسمونه غليف. لو تروح للألعاب زي توم برايدر وزينت إيفل، ألعاب أسطورية جادو فور، يقول لك غليف، راح عند الغليف اضغط الغليف أو راح فعل الغليف. دي اللي انت لعبت سكيرو، يقول لك راح عند الغليف. الغليف المقصود فيها اللوح اللي فيه رمز. هذا غليف، لوح رسم عليه غليف. نوع الرسم هنا جت مثلا الهيروغليفية اللغة الفرعونية اللي كانت رسم بالأشكال اللي هو عربة، صقر، طير وما إلى ذلك.
بعدين بدأت تطلع اللغات المسمارية زي مثلا لما كان في بابل وغيرها، أحد أشهر المدن بإظهار رموز وكل رمز يعني جملة هي اليابان بالكانجي، ماخوذة من الصين. ماخوذة من الصين بس اليابان طورتها أيضا، الصين أكثر بعد من كذا. لا لا لا، الصين موجود فيها رموز أكثر من اليابان. أكثر من اليابان خذت جزء من الرموز حقت الصين. بس يعني هذا قصدي لما جاب وان، وإن هي الأسرة اللي قاعدة تكتب على البونيغريف. إن أحد المدن اللي طورت طريقة للنحت والكتابة هي بلاد الشمس اليابان، وكانت وقتها حتى الصين ممكن مشمولة معهم، ممكن قصد الصين في دول ثانية كانت تكتب، فهنا سماها بونيغريف. الله يسعدكم بخير جميعا. بداية أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا في فلسطين، نصر منزل ويرحم شهدائهم، ويرحم ثلاثة حملة التبرعات الوطنية. نعم. آمين. آمين. موجودة في منصة ساهم، في منصة إحسان، هذه للحملات التبرعات المحلية أو الداخلية. منصة ساهم منصة وطنية للتبرعات الإغاثة، سابقا يعني كانت في إغاثة ترسل، إحنا نعطيك منصة ساهم تقدر ترسل إغاثة أبار المنكوبين في العالم كله، مو بس يعني طبعا الأولى هم فلسطين حاليا، لكن برضو لا تنسون إخواننا في سوريا والسودان وليبيا والجزائر وتونس، تقدر ترسل لهم عن طريق منصة ساهم في حملات وطنية رسمية. مهمة الحملة الوطنية الرسمية أنها توصل الصدقة لمستحقها، فمنصة ساهم ننصحكم بالتبرع لإخواننا في فلسطين، إخواننا في السودان، إخواننا في سوريا، إخواننا في ليبيا، تونس، المغرب والجزائر عن طريق منصة ساهم. حبيبي يقول لك ترتيب الكلام اللي طلع في الحلقة بخصوص ترتيب كلام رباعي الطاقم عمو، يعني هلوفي زورو سانجي، هل هو ترتيب لقواهم؟ يعني هم تكلموا بترتيب لقواتهم، يعني يعني تكلموا بعدين زور بعدين سانجي بعدين جيمبي، اين اخر واحد تكلم جيمبي، هل هذا ترتيب القوه يقول يعني؟ لا انا اعتقد هذا ترتيب التدخل، يعني كل واحد فيهم كان ناوي يتدخل، يعني قاعد يوريك سابقا كان لوفي اول واحد بيتدخل، بعده زور، بعده سانجي هو اخر واحد ممكن يتدخل في معارك زي كذا، هنا جاب لك لا ان لوفي هو اخر واحد كان ممكن يتدخل، بينما اللي ساله جيمبي قال من هو هذا؟ أنا أشوف الترتيب صحيح. حكي شرس هو عرف مين لوفي. إيه بس غريب إن جيمبي ما يعرفه. أنت كنت قائد في طاقم الوايت بيت، كيف ما تعرف حكي شانكس؟ كيف ما اصطدم معه أو يستخدم؟ لا وين ما استخدم اصطدم معه؟ لأنه ما كان في طاقم. كان تشيتشي بوكاي وكان لا كان في طاقم الحبيضاء. لما وقف إيس. هو متحالف بس انه مو في السفينة يعني مش السفينة إيه بس انا ما بلعتها، انا اقول لك انا عن نفسي ما بلعتها. لا بالعكس طيب. والله انا ما بلعتها في نقطة بوصلها لكم، بس حاب اني على الموضوع هذا الترتيب. انا عندي نقطة على الترتيب، لان انا اشوفه فعلا الترتيب صحيح، هو لوفي زورو سانجي جيمبي، هذا الترتيب الصحيح. فودي لي يكون جيمبي اقوى من سانجي، ولكن الحقيقة بعد تطور سانجي الاخير لا جيمبي سانجي الاقوى، سانجي اقوى اكيد. انا اشوف عكس تماما. انت خلصت نقطتك؟ انا خلصت. انت عندك انت بتضيف ضيفه وراح للنقطه اللي بعدها. انا اشوف انا عكس الترتيب، انا ما احس ان شانكس يعني اللي هو معلش سانجي لا لا سانجي اقوى من جيمبي معلش، فهذه اختلف معكم فيها. احنا شفنا جيمبي في تدخلاته من دخل وانو لين انتهى ارك وانو، له دور كبير في القصه، دخوله لحظه ما انتهى عراكه مع البيج مام، مين يوقف في وجه البيج مام؟ مين حتى روحها ما قدرت تطلع منه في وجه البيج مام. فانا اختلف معكم في ذي النقطه. والنقطه الثانيه اللي عندي انا ان يعني بتكلم ليش وانو قفلت حدودها. انتم يوم قلتوا عن ارائكم اللي هو المدينه المزدهره، اساسا حكومه العالم مش تبغى تمنع القراصنه له اللي هو الوانبيس. هل هم قادرين يوصلون لون بيس؟ اي روجر وصل. روجر احنا نتكلم عن حكومه العالم، هل يقدرون؟ ما يقدرون. ليش؟ اساسا حكومه العالم لمسهم ما مو قادرين يوصلون لافتن. وعشان كذا احد الاسباب اللي خلى وانو تسكر على نفسها ان هم يوصلون البونيغليف اللي عندنا ولا يدخلون حدودنا، واساسا حكومه العالم ما تدري البونيغليف الاحمر، فعشان كذا هم عندهم آغ كبير بحيث ان انا مستحيل اني اصارع البيج مام وكايدو بالذات وانو، بحيث انها سكرت حدودها، بحيث ان اللي صار واسقطت جزر
أو أحد الممالك المزدهرة، فقالوا إحنا هنا ننسحب بحيث إنه لا يقدرون يعادوننا ولا يأخذون شيء من عندنا ولا يستفيدون من عندنا شيء. يكو يحترم منطقي والله يحترم. في الأخ مساعة قريته اللي يقول سلاح بلوتون من الأخ كان حي ولا سفينة، أنا واثق 100% أن سفينة. حتى أنا أقول لك سفينة حربية. ما كنا صرح فيها من قبل فرانكي؟ هلا فرانكي هذا الدليل. فرانكي صرح من قبل صرح ذا يقول عشان إنه إجابة سلاح بلوتون مضاد لسلاح جابونها سفينة. طالما أن الشخص اللي ممكن ده هو لوفي فأنا راح أتمن عليهم وبحرق هذا المخطط. صحيح. طيب أعتقد كذا كن غطينا الحلقة. إذا في أحد بقي عندنا. لا أنا ما عندي شيء. كاس كذا خلاص. يعطيكم ألف ألف عافية وكما عوداكم اختم قلنا معاي. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك. لايك. والشير. نشوفكم على خير. سيونارا.